هل تعلم أن النمل هو أول كائن قام بعمليات جراحية؟ وهل تصدق بأن النمل يقوم بالتنظيف والتعقيم وعلاج الجروح وحتى بتر الأعضاء؟ إنه يعالج الأطراف المصابة وتصل نسبة نجاح العملية إلى 95%. وانظروا معي سبحان الله إلى هذه النملة كيف تقضم الرجل المصابة وتقطعها وتقوم بعملية بتر ناجحة. اليوم أيها الأحبة سنتأمل النملة التي هي من أذكى الحشرات في الطبيعة، ونتأمل كيف تقوم بهذه العجائب وسر هذا الاكتشاف الجديد. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. والله أيها الأحبة شيء عجيب جدا لا يكاد يصدق. العلماء الذين اكتشفوا هذه العجيبة من عجائب النمل لا زالوا في حالة حيرة وصدمة. كيف يمكن لنملة أن تفحص الرجل المصابة لنملة أخرى وتحدد هل هي تحتاج لعلاج عادي وتعقيم وتنظيف، أم أنها تحتاج لعملية جراحية أو إلى قطع أو بتر هذه الرجل، ثم تحدد النملة المصابة وتصل نسبة نجاح العملية إلى 90 أو 95%. دعوني اليوم أتأمل معكم هذه النملة التي قطعت يدها. ما الذي يحدث أيها الأحبة عندما تقطع يد النملة نتيجة حادث أو سقوط شيء فوقها؟ تبدأ العدوى بالانتشار في جسمها وسوف تقتل النملة، هذه العدوى يعني. طيب هل النمل يتركها هكذا تموت؟ لا، مباشرة ينظر ويراقب بقية نملات تنظر، وهناك بعض أنواع النمل يعني ماهر في هذه العمليات، فيقوم بقضم ما تبقى من 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 الساق، أو من إذا كانت الإصابة في عظم الساق تقوم بقضم هذا الساق بالكامل لأنه يستحيل علاجه، تحدد ذلك، ثم تقوم بوضع مادة معقمة باستمرار لتضمن حمايته من البكتيريا والعدوى، ثم تبقى وهي تعمل هذا العمل حتى تضمن سلامة هذه النملة، وبعد ذلك تعيش هذه النملة بكل بساطة، ولكن تصبح أضعف من السابق ولكن تستمر في حياتها. الذي وجده العلماء أن بعض أنواع النمل يقومون بتحديد الجزء المصاب، أحيانا لا يحتاج إلى بتر، فيقومون بعلاجه وضخ مواد معقمة بحيث أنه يتعالج ويتخلص من العدوى خلال أيام. سبحان الله. طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة نشرت في مجلة كارنت بيولوجي في الشهر السابع 2024، يعني قبل مدة قصيرة جدا. الدكتور إريك فرانك يقول بالحرف الواحد: النمل قادر على تشخيص المرض. وأنا أنقل لكم حرفيا ماذا يقول هذا البروفيسور الألماني: النمل قادر على تشخيص المرض وتحديد الإصابة، ونحن البشر فقط القادرون على ذلك في عالم الكائنات الحية، أي أن البشر هم القادرون على منافسة النمل في مجال العمليات الجراحية. سبحان الله، يعني هذه النملة تقوم بهذا العمل منذ أكثر من 100 مليون سنة وهي تقوم به. العمليات الجراحية متى تعلمها البشر؟ قبل كم سنة؟ مؤخرا فقط. بينما هذه النملة تقوم بمثل هذه العمليات بدقة فائقة منذ أكثر من 100 أو 150 مليون سنة، هو عمر النمل على كوكب الأرض. جامعة لوزان في سويسرا
قامت أيضا في عام 2023 بتجارب على النمل، حيث قاموا بقطع ساق النملة أو قطع الرجل كاملة أو جزء منها، فكانت بقية النملات تراقب ثم تفحص الحالة ثم تحدد ماذا تحتاج هذه النملة، هل تحتاج فقط لعلاج وتنظيف وتعقيم أم تحتاج إلى عملية بتر، وكانت دائما تنجح في التشخيص. إذن النمل يقوم بتشخيص الحالة وعلاجها بالطريقة الصحيحة. طبعا النمل يقوم بهذه العمليات لضمان استمرار حياته، لأن هذه البكتيريا إذا غزت الجزء المصاب من أرجل النملة فإن هذه البكتيريا ستغزو جسدها وستنتشر عبر المستعمرة وربما تصبح عدوى يصعب التخلص منها. فلذلك على الفور النمل يدرك النملة المصابة من خلال لغة خاصة يتخاطبون بها، وتقوم بالتخلص من هذه البكتيريا والتعقيم والعلاج لحماية المستعمرة. هذا السلوك أيها الأحبة هو سلوك إنساني يشبه سلوكنا نحن البشر، الأمم من البشر. لذلك هنا يعني أعود للقرآن الكريم، كتاب العلم وكتاب الدقة العلمية. يقول تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله، عبارة أمم أمثالكم. بالفعل النمل له سلوك يشبه البشر في كثير من حياته الاجتماعية، سبحان الله. طيب السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو تركت هذه النملة من دون علاج؟ حقيقة وجدوا أن نسبة أو احتمال بقائها على قيد الحياة قد يصل إلى 15% فقط، لأنها ستواجه خطر الموت. فتتعاون كل النملات على علاج هذه النملة لإنقاذها. سبحان الله، انظروا أحبتي في الله، هذا يحدث في عالم النمل الذي نظنه لا يعقل. عالم هذه النملة أرحم من كثير من البشر. سبحان الله، النمل يقوم بشكل طوعي وبصورة طوعية، ولا يحتاج أن يناديه أحد ليساعد، بل على الفور كل المستعمرة تستنفر إذا أصيبت نملة واحدة. لذلك أرجو أن نتعلم من هذا النمل التعاون والبر، ونتعلم مساعدة الآخرين وحب الخير لهم. وكأن هذه النملات فعلا تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وسلم. أيضا في دراسة عام 2023 تركت النملة مقطوعة الأرجل أو الرجل لمصيرها من دون علاج، تبين أنها بنسبة كبيرة ستواجه خطر الموت. ووجدوا أن هناك غدد خاصة موجودة في النملات من خلالها تقوم بصنع مضادات للبكتيريا، كأنها تصنع مضادات حيوية. سبحان الله، من الذي علمها ذلك؟ من الذي يعني ألهمها هذا الطريق، هذه الطريقة في العلاج؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحانه وتعالى. وأخيرا أيها الأحبة، لابد من الرد على بعض المشككين الذين استهزأوا بالقرآن وقالوا هناك سورة تحمل اسم حشرة وهي سورة النمل. سبحان الله، كل يوم هناك دراسة علمية تصدم العلماء بهذا المخلوق العجيب، في التنظيم، في التحذير، في التخاطب. النمل له لغة خاصة يتخاطب بها، هناك دردشة صوتية بين أفراد النمل، هناك طرق للتعقيم،
طرق للحماية، طرق للدفاع، هناك طرق للجسور الحية تستخدم فيها رياضيات متطورة. على فكرة النملات يبنون جسورا حية لاختصار الطريق. هناك تصميم مذهل لمساكن النمل في التهوية، غرف للتخزين، غرف لرعاية الصغار، غرف لتخزين الطعام، غرف لتضمن دخول الشمس، بناء لحماية هذه المستعمرة من المفترسين أو من الأمطار وغير ذلك، سبحان الله. فكل هذه الحقائق عبر عنها القرآن في آية واحدة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن النمل يحمي نفسه، النملة الأنثى هي التي تتولى الرعاية والتحذير، لذلك الآية الكريمة استخدمت صيغة المؤنث قالت نملة. هناك في عالم النمل أيضا أن جسد هذه النملة صلب جدا، مغطى بغلاف خارجي صلب، يتحطم يتكسر، لذلك هنا التعبير العلمي دقيق جدا، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمام هذه الحقائق الكثيرة لا نملك إلا أن نقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى عندما نرى مثل هذه الآيات، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.